السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. انتشر خبر وفاة الفنان سمير صبري بعد تعرضه للوعكة الصحية اللي تعرض لها داخل المستشفى، وهنعرف أدق التفاصيل عن الخبر المنتشر على السوشيال ميديا. بس الأول نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. الفنان سمير صبري زي ما احنا عارفين انه تعرض لوعكة صحية جديدة جدا بعد علاجه من السرطان والكيماوي أثر على القلب. ودخول الفنان سمير صبري داخل المستشفى وقعد فترة يتعالج، بس للأسف ما كانش فيه أي تقدم في حالته الصحية. وبعدها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دخوله مستشفى على نفقة الدولة ويتعالج علاج كامل على نفقة الدولة. وبعدها تم نقله من المستشفى اللي كان عالج فيها لمستشفى تانية تبع القوات المسلحة، وهناك تم الكشف عليه ومن فريق طبي متكامل، وأعلنوا ان الفنان سمير صبري محتاج لعملية جراحية دقيقة جدا في القلب، وهي الصمام المترالي، ودي عملية يعني صعبة بالنسبة لسن الفنان سمير صبري. وقالوا ان في فحوصات وتحاليل طبية لازمة قبل العملية، وعشان كده الفنان سمير صبري بقاله فترة طويلة في المستشفى، وقالوا ان هم بيجهزوا للقسطرة وبعد كده تحديد عملية قبل رمضان. بس النهاردة انتشر خبر وفاته على السوشيال ميديا كلها، وده طبعا في فنانين كتير جدا سألوا عن صحة الخبر، وكمان جمهور ومحبين الفنان سمير صبري حبوا يعرفوا تفاصيل الخبر وهل فعلا اتوفى، لانه بقاله فترة في المستشفى ومحدش يعرف اي تفاصيل عنه او عن حالته الصحية. بس طبعا كان كل فترة بيخرج ممثل بيروح يزوره وكمان بيقول حالته الصحية. اما تقرير الاطباء فقالوا ان الفنان سمير صبري بعد العملية هيتم حجزه في المستشفى لمدة شهر او اكتر، لان العملية دي دقيقة وبتحتاج لمتابعة دائمة. وطبعا الدكتور اشرف زكي بعد انتشار الخبر صرح وقال ان الفنان سمير صبري زي الفل في المستشفى وبيتلقى العلاج وحالته الصحية كويسة جدا، وكمان قال ان هو دلوقتي بيستعد للعملية وان شاء الله هتتعمل قريب. ونفى الخبر المتداول على السوشيال ميديا اللي يخص الفنان سمير صبري وخبر وفاته، قال ان دي اشاعة ليس لها اساس من الصحة. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.